في الأثناء قالت مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب أن البرنامج يتضمن المرأة في مصر والخارج وتمكينها في المحليات، مشيرة إلى أن الأكاديمية تتبنى برنامجا لتمكين المرأة من المناصب القيادية. النهاردة الأكاديمية الوطنية للتدريب بتستقبل العديد من الشخصيات العامة والسادة الوزراء والمسؤولين ومديرين التنفيذيين للعديد من الشركات الدولية والسفراء الأجانب الموجودين في مصر لإجراء آخر مرحلة من مراحل التقدم لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات. هو البرنامج بيندرج تحت مدرسة القيادة للمرأة، ودي أحدث مدرسة القيادة اللي أطلقتها الأكاديمية سنة 2023، وبصفة أصيلة بتستهدف المرأة المصرية سواء داخل مصر أو خارج مصر، إن في برنامج المصريات في الخارج وده اتخرج منه دفعتين، والحقيقة الدفعتين موجودين في زيارة لمصر خلال الأسبوع ده. وتحت المدرسة في برنامج المرأة في المحل تقود في المحليات، وده برنامج على قدر من الأهمية بالنسبة لنا، لأن يعني مش عايزة أكون متحيزة، بس دايما المرأة هي الرقم الصحيح في معادلة التشجيع والتغيير وخاصة في المحليات.